رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، بنكمل حديثنا النهاردة مع الشيخ أحمد الصباغ، وبنتكلم النهاردة عن الحسد. كنا الشيخ أحمد بنتكلم قبل الفصل عن الحسد، وطبعا الموضوع بقى كبير، يعني موضوع الحسد ده عايز حلقات وحلقات. أيوة. هنبقى نستكمل بقى إن شاء الله منها كتير. عايزين بقى روشتة سريعة كده، اللي إحنا يعني إزاي نقي نفسنا من الحسد ونحصن نفسنا، لأن الموضوع برضو في ناس بقى عندها وسواس جامد جدا. نعم. بص يا فندم، روشتة سريعة للحفظ من الحسد والحاسدين. رقم واحد، المحافظة على صلاة الفجر في جماعة. ما شاء الله، محافظة عليه صلاة الفجر في جماعة للرجال وللنساء، عشان ما تزعلوش. في بيوتكن ولكن الأجر كاملا. للدليل قال صلى الله عليه وسلم، من صلى الصبح يعني الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ما شاء الله، في ذمة الله، يعني خلاص في بقى حماية وحفظ ربنا سبحانه وتعالى، كده قضي الايه، قضي الأمر. طيب ايه كمان؟ ان استطعت ان تتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة. في بلح كده في المدينة المنورة، ربنا يرزقنا الزيارة قريبا، اسمه عجوة المدينة، وبعض العلماء قالوا اي بلح. ده يحفظك من الحسد والسحر كمان والسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح، من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يصبه سحر ولا سم. كلام جميل ان شاء الله. ثلاثة، الرقية الشرعية. الرقية الشرعية ببساطة جدا، اللي هي الفاتحة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاثة ثلاثة ثلاثة. وكان سيدنا النبي بيرقي نفسه ويرقي الحسن والحسين، وبعد ما يقرأ الآيات دي يقول إيه كده، ويمسح بها ما شاء من إيه. يعني ينفع الإنسان يرقي نفسه، مش لازم حد تاني يرقيك. ده أقوى يا فندم. ده أنت ما تخلي حد يرقيك كأنك اعتمدت. لذلك النبي قال السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون. يعني اما اقول لك مصطفى رقيني، يبقى انا اعتمدت عليك. خد بال حضرتك ان انت عايز البركه منك انت. ايوه بالظبط كده. لا لا انا ارقي نفسي بنفسي، وده اقوى. كان النبي يرقي نفسه بايه؟ بنفسه. حلو كده يا فندم. يبقى قلنا صلاه الفجر في جماعه، وقلنا التصبح بسبع تمرات، وقلنا الرقيه الشرعيه، واربعه اذكار الصباح والمساء. ديت اذكار الصباح والمساء زي الماء اللي تشربها بعد الفجر وبعد المغرب، دي ما تسيبهاش ابدا. خمسه، الاكثار من الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله. سته بقى، في حاجه اسمها الاذكار الموظفه. هنعمل عليها حلقه خاصه ان شاء الله. ايه الاذكار الموظفه؟ كل ذكر له وظيفه. وانا خارج من بيتي اقول ايه؟ طب وانا داخل البيت اقول ايه؟ ليه بقى بتاعه المواقف نفسها، بتاعه حصن المسلم. تمام، هي دي بقى مهمه جدا. يعني الموضوع ملوش علاقه بقى بالخمسه وخمسه والخرزه الزرقاء والحاجات العجيبه اللي احنا بنعملها دي. كل ده كلام فاضي وشرك بالله. لكن خمسه وخمسه لها اصل، ما هقولها في نص ثانيه. اتفضل. خمسه وخمسه زمان اما نقرا سوره الفلق هتلاقيها خمس ايات. كم خمس. فكانوا الصحابه لما يجوا يرقوا نفسهم او يعني يحفظوا من الحسد يقولوا ايه؟ قل اعوذ برب الفلق. فلما تقدم الزمن قالوا خمس آيات. يقصدوا سورة الايه؟ الفلق. يعملوا كف كده. فشوية قالوا خمسة، شوية قالوا خمسة وخمسة، بس بقى كده بقى نعلقها في كل حتة. لكن الكف ده ملوش أي قيمة، لكن أصله سورة الايه؟ سورة الفلق، الخمس آيات. ربنا يحمينا جميعا من الحسد والحاجات دي.